اصلا الجون ده كان في كواليس قبل الماتش ايوان بيني وبين اكرم. بينك وبين اكرم. هي الماتش لا قول لي سر العلاقه اللي مع اكرم، لانه اصلا انا عارف حدوته وانت ما بتكدبش، ماشي فايه لو ما قلتش الحقيقه انا ايه هفاجئك ماشي، على الهوا. انا بقولش غير الحقيقه. يلا هو ايه راح قال لك واحد اكتر من اخويا ومش عارف ايه وبتاع، وراح ماشي كاتب لك كلمتين ماشي وكانه ايه بيعتذر لك يعني. ماشي، يلا قول بقى انا ايه انت عايز انه غششتك. قصه الاول، قصه الجون ولا الاثنين قصه دي؟ ناخد قصه اكرم وبعدين ندخل على الجون عشان طيب نشوق ماشي. الناس. البوست الستوري اللي اكرم نزله ايوان بالنون. ده، انا كنت يعني بلغته او قلت له ان انا خلاص مسافر بكره اعمل عمليه. حلو هو اكرم كان عايز يبقى موجود معايا، او يبقى هو كده كده كان اجازه، كويس. فكان عايز يبقى جنبي في وقت العمليه وكده، بس هو كان سافر اجازته، فهو يعني كان عايز يبقى موجود جنبي، عايز يبقى موجود معايا، عايز يكلمني طول الوقت. ماشي فهو حاسس ان هو في مشاعر، ان هو يعني ان انا مثلا متضايق عشاني، زعلان ان انا اتعورت تاني، بتبقى في حلو مشاعر ان هو ايه. فهو بيقول بس مشاعره مش اكتر، ان هو ليه اخ زي كريم فؤاد بس عايز كده، يعني بحبه زي اخويا ما وبتاع. اعرفش عنك شوية، ما اتصلش بيك شوية، اتصل كتير بس بيكلمك قعد شوية بعيد عنك كده كام يوم كده ما كلمكش بعد ما سافرت؟ قبل ما تسافر. لا قبل ما اسافر كان من اول، من يوم ما اتعورت يبقى بعد السفر. بعد السفر. لا يعني قعد يعني، لا بس بيتكلمني والله، والله يعني قعد كلمني والله بجد. بس الناس بقى ربطت قصة الاستوري دي بحاجة تانية خالص، اللي هي يعني اللي هي ان انا شاهد على عقد جواز اكرم. وده حصل. ما حصلش، انا اصلا عرفت من ان اكرم اتجوز تاني من حد تاني اصلا، هو مش من حرام اكرم. ما يتجوز تاني يا هو، انا انا ما بتكلمش عليك، انا بتكلم بغض النظر اصلا انا ما اعرفش ان هو اتجوز، انت ما شهدتش على عقد ما كنتش الجواز اعرف اصلا ان هو والله اتجوز. والله خالص. هو ما كنتش اعرف، وبعدين عرفت بالصدفة من حد هو اللي قال لي. وبعدين اكرم المفروض انا اصلا زعلت منه ان هو انت ازاي ما قلتليش مثلا، عشان انت اقرب واحد انا ليك. اقرب واحد ليك ازاي ما قلتليش. وبعدين رحت قلت له اكرم هو حصل واحد اتنين تلاته، قال لي قلت له ما قلتليش ليه؟ قال لي ما يعني انا لقيتك يعني حاسك عارف فما رضيتش اقول لك. بس فانا عرفت كده كده من بره، يعني هو بغض النظر يعني عن الموضوع، يعني ما بتكلمش عن الموضوع، انا بتكلم عن الحوار، يعني ان اي اكرم متجوز من بدري وانا ما كنتش اعرف وانت اصلا، ما تعرفش معرفش. وانت الناس اقرب بقى الناس ليه. قالت لي ان انا شاهد على العقد وبتاع، فهو ايه ف بيسترضيك يعني. فبيرضيك وكده او بيشكرك فان انت وقفت جنبه مثلا. انا ما طيب